عبد الله، مساء الكل، تحيه لكم، اتمنى لكم السلامه، اتمنى لكم الخير ان شاء الله والصحه. ردوا بالكم من الاجواء البارده طبيعه الحال ومن فيروس كورونا للاسف الشديد. هذه الاثناء سيكون حديثنا بعد ان دار الحديث لساعه كامله عن الاطفال الصغار واصابتهم ببعض الامراض النادره جدا وكثير تدبير الاسر للاحوال. الان نمر الى عالم اخر، عالم الشغل الشاغل والسؤال الدائم للكثيرين.